بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحائي من معرض غصن الزيتون. النهاردة بنسلم عربية سوزوكي فان موديل 2016، عربية فابريكا برة وجوه وحتة من الممنوعات، للأستاذ إسلام من محافظة مرسى مطروح. حابين بس نعرف رأيه في العربية ورأيه وانطباعه عن المعاملة بتاعت الناس الموجودة داخل المعرض. أول حاجة، إيه رأيك في العربية؟ عربية بسم الله ما شاء الله عليها، الله أكبر، يعني زي ما أنت ما بتقول فعلا حتة من الممنوعات. تمام أوي. العربية أنت كنت جاي خطاك تاخدها، لقيت فيها طقم الجنط الصغير، طلبت إن إحنا نحط لك طقم الجنط وكاوش عريض. الإس زد الجديد. تمام أوي، حطينا لك طقم الجنط وكاوش اللي أنت عايزه. دفعت واستلمت وانت واقف على طول؟ على طول. حد عطلك في اي حاجة؟ مفيش. العربية اللي انت عايزها اخترتها بنفسك؟ صح، حصل. واخترتها بنفسك هتاك وطلعت جربتها؟ حصل. تمام اوي. طيب المعاملة بتاعت الناس الموجودة داخل المعرض، ايه رأيك فيها؟ بسم الله ما شاء الله، يعني ما شفتهاش في الصراحة في حتة تانية، يعني سواء في مطروح بقى في اي معرض تاني اتعاملت معاه في عربيات ما فيش. تمام. يعني الناس بسم الله ما شاء الله كتر خيرها. حد اثر معاك في اي لا. حاجة؟ لا. تمام اوي. انت خطلها حضرتك جاي من مطروح، خطلك لفيت في معارض تانية قبل ما تيجي عندنا؟ بسم بالله انا نزلت عليه على طول. تمام اوي. انت بتتابعنا على اليوتيوب والفيس؟ تابعك على اليوتيوب. بتتابعنا على طول؟ تابعك على اليوتيوب. بقالك فترة بتتابعنا؟ بقالي فترة. تمام اوي. طيب حابب تنصح بايه الناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب، تقول لهم ايه؟ يعني كمعاملة وكعربيات نظيفة فالمعرض هنا بسم الله ما شاء الله. تمام. بس في العربيات بالذات يعني مفيش حاجة، يعني حتى يعني حاجات نظيفة، فاهم؟ العربيات هنا بسم الله ما شاء الله نجيت، يعني سواء زيرو او استعمال الحاجة بتكون نظيفة. تمام. بتاخد عربية مضمونة، واثق من الحتة اللي انت واخدها فيها. خدت عربية حتة من ايه؟ من الممنوعات. حتة من الممنوعات. من الممنوعات. وانت هنا فين؟ صح. في ارض ايه؟ الجيزة. في ارض الممنوعات. في ارض الممنوعات. في معرض غصن الزيتون. غصن الزيتون. تمام. في النهاية بنتمنى من ربنا ان يديك خيرها وفيك شرها في شيء الله. امين يا رب. ويستر طريقك وانت مروح كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. ماشي يا استاذ. حبيبي.